السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت ولاية ينقل لأمطار غزيرة ما تسببت في جريان السيول والأودية، كما وحذرت سلطات السير من عدم التعرض لأماكن جريان السيول. وتوقع المركز الوطني للأرصاد عن استقرار في حالة الطقس في الأيام المقبلة. هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا أحبتي، لا يسعني إلا أن أذكركم بالاشتراك والإعجاب للقناة، هذا يساعدنا كثيرا، وجزاكم الله خيرا.